ده ايه رايك بالكلام اللي اتقال يا حبيبي؟ ماله؟ مستريح له؟ مش مهم اذا كنت مستريح له ولا مش مستريح له، المهم ان دي اوامر الباشا الكبير ولازم تتنفذ. ايوه بس دي مخدرات يا عم حربي، على اخر الزمن هنشتغل في تحريب المخدرات؟ دي مجرد مرحله زين، سلمه ولازم نطلعها. يا عم بقى بلا سلمه بلا نيله، الله انا مش مستريح للحكايه دي. وبعدين حبكت يعني بكره؟ وايه المشكله في كده؟ كنت هقابل دعاء بكره يا حرب. خلاص يا زين، ما انت كنت معانا النهارده، وبعدين اتصل بيها واجل الميعاد من بكره لبعد بكره، ما فرقتش كتير يعني؟ لا فرقت يا اخويا، فرقت كتير قوي. شمان المفروض ان دعاء تسيب الشغل في الصاله النهارده، وانا كنت بكره اروح اخدها وارجعها المنطقه، وكنت ناوي افتح ابوها في موضوع جوازنا. انت حقيقي ناوي تتجوز دعاء يا زين؟ طبعا يا اخي، انت عارف ان ده حلم حياتي من زمان قوي يا حرب. بتحبها؟ جدا. وهي اول ما فتحتها في الموضوع ده كانت هتطير من الفرح. ربنا يهنيكوا ببعض. عقبالك يا صاحبي. واحنا رايحين فين دلوقتي؟ ابدا، نعدي على ابو صلاح كده نظبط معاه الامور ونشوف هنعمل ايه بكره ان شاء الله. عزام بيه يا برا، البت دعاء بتسأل عليك وعايزه تقابلك. وده عايز ايه دور اخرى؟ معرفش، بس الليله دي مش راضيه تطلع المسرح. نعم؟ يعني ايه مش راضيه تطلع المسرح؟ هي سويعه؟ روح عند اهلي بسرعه. دعاء، عزام بيه وصل، مستنيكي في المكتب. ست دعاء، ما نزلتيش الصلاه ليه؟ اصل ساعتك انا جاي النهارده عشان اقابل حضرتك، يعني مش عشان انزل اشتغل. وعايزه تقابلي حضرتي ليه؟ اصل ساعتك يعني انا كنت قررت يعني ان انا مش هينفع اكمل في الشغل تاني يعني. نعم يا اختي، سيب الشغل. هو اللي عايز يسيب الشغل يسيبه بمزاجه كده ليه؟ سايبه؟ لا سعادتك مش سايبه ولا حاجه، وما انا جايه هو لحضرتك دلوقتي عشان اقول لك، عشان حضرتك تلحق تتصرف يعني. اتصرف؟ اتصرف ايه يا اختي؟ هو الشغل على مزاجك هنا ولا ايه؟ ما تتكلمي وتنطعي. اصل حضرتك انا حصل عندي ظروف هتمنعني من ان انا اشتغل يعني. ظروف ايه ما تنطعي؟ اصل عقبال عندي حضرتك كده هتجوز. نعم يا اختي، تتجوزي؟ ما تتجوزي ولا تتنيلي بستين نيله. ايه دخل جوازك بشغلك في الصاله؟ ما هو حضرتك زين طلب مني ان انا ابطل شغل بعد جوازي، فانا مش هينفع اكمل عشان كده، عشان هو طلب كده. زين؟ هو انت هتتجوزي زين؟ طب مش كنت تقولي كده من الاول يا شيخه؟ الله، ازاي؟ اصل انت ما تعرفيش معزه زين عندي دي قد ايه؟ يعني هو حضرتك مش زعلان؟ زعلان؟ طبعا زعلان. زعلان اولا انك هتسيبينا، وزعلان اكتر انك خبيت السر ده عليا مده طويله، خاصه ان احنا متفقين من الاول ان احنا عيله واحده ومفيش بينا اسرار. انما طبعا انا فرحان، فرحان ليكي، وفرحان اكتر لزين. اصل زين ده له معزه عندي كبيره قوي. ما تعرفيش غلاوة زين عندي دي قد ايه. يا عزام بيه، والنعمة زي ما تكون شلت طوبة كده من على قلبي، ده انا مبسوطة قوي والنبي ان حضرتك ما زعلتش. ازعل؟ ده انت زي بنت دعاء، وافرح لفرحك. بس انا ليا طلب عندك. امرني يا باشا امرني. عايزك بكرة تيجي هنا عادي خالص. اشمعنى يعني؟
اشمعنى ايه؟ عشان اديكي بقيه حسابك ومكافاه نهايه الخدمه، وكمان اكون لحقت يعني كده جهزت لكم هديه كويسه بمناسبه جوازك انت وزين. ربنا يخليك ليا، والله ماليه لزوم والنعمه، ربنا يخليك يا دعاء. معقول هتكسفيني؟ ده النبي قبل الهديه، انت مش هتقبلي هديتي؟ عشان خاطر عيونك التبس. خلص يبقى انا بكره باذن الله اعدي على حضرتك في المكتب هنا. ماشي، روح انت دلوقتي يا حبيبتي، وبكره ان شاء الله اشوفك. ماشي، على اذنك يا باشا. اتفضلي. بقول لك ايه؟ قوم يا باشا. تعالى اقف الباب. خير يا سعادة الباشا؟ دعاء حسبنا هتتجوز. عارف هتتجوز مين يا برعي؟ هتتجوز زين. زين؟ علشان كده عايزين نحضر لهم هدية جواز معتبرة على مزاجي، واللي حاوله لك عايزك تنفذه بالحرف الواحد. ايوه طيب. اهلا. مساء الكل يا ابو صلاح، انت كنت نايم ولا ايه؟ لا بس كنت مريح شويه. تعال اتفضل، هعمل شاي اعمل لكم معايا. ماشي يا ابو صلاح. استلمت المسابك؟ ايوه يا سيدي استلمناها. مالك بتقولها وانت زعلان كده؟ لاننا استلمناها خرابه، سرشوان شفط كل خيرها، سابها لنا مفلسها وحالتها مليله ب60 نيله. وعملتوا ايه؟ ما انا قلت الحرب من الاول، احنا لا لينا في التجاره ولا لينا في الاداره. عشان كده رحت الانشراح واتفقت معاه ان هي اللي تمسك المسابك. الانشراح وافقت؟ وافقت. يا عم صلاح، ما حد يقدر يقول لي لا، ده انا لا اي ولا زي. بيني وبينك كويس قوي انها وافقت. وانشراح كده حلت لنا كل المشاكل اللي قابلناها في ثانيه، والمسابك هتمشي فل الفل وعلى العال. بس كويس قوي الموضوع الانشراح ده، لازم يكون لكم حد في شغلكم يراعيه ويشيل بلاويه عنكم. انا عايزكم تبقوا معايا على الخط، نركز وندبر الخطوه اللي جايه. واحنا بقى جايين لك الليل عشان الخطوه الجايه دي. ايه حصل حاجه جديده؟ في شحنه بكره هتيجي للباشا الكبير، انا وزينه نروح نستلمها من المينا في اسكندريه ونوصلها المخزن عنتر بيه. والحكايه دي متامنه؟ والله عدي بيقول ان هم ليهم رجالتهم في المينا وليهم رجالتهم في مباحث المخدرات، يعني بتهيألي الدنيا متظبطه. كويس قوي، على فكره دي خطوه مهمه جدا. بس انا الفار بيلعب في عيب من العيب عزام ده. خايف يكون مرتب لنا حاجه كده ولا كده، ده راجل مش اهبل ولا سهل زي رشوان، ضربته هتبقى قاضيه يا متر. خلاص يبقى نتغدى بيه قبل ما نتعشى بيه. ده نعملها ازاي يا ابو صلاح؟ مش احنا اللي هنعمل يا حرب، الباشا الكبير هو اللي هيعمل ويستيحوا من سكتنا خالص. يا عم ما تخلص وتقول لنا بقى اللي جواك، ده ايه الالغاز دي؟ انتوا مش بتقولوا ان عدل قال لكم ان لهم رجاله جوه مباحث المخدرات ببلغوهم بكل حاجه؟ حصل. خلاص هاتت بلاغ صغير من مجهول ضد عزام. مباحث المخدرات هتراقبوا، رجالتهم اللي جوه هيبلغوا الباشا الكبير، الباشا الكبير هيعرف بقى ان عزام متراقب وريحته فاحت. تفتكروا الباشا الكبير لما يعرف كده هيعمل ايه؟ ساعتها ممكن يبعدوا عن اللعب وممكن يخلص منه خالص. يخرب عقلك، ده انت برنس، هو انت دماغك دي ايه سن؟ ده انت شطان يا متر. شكر يا زين. والمجهول بقى اللي هيقدم البلاغ في عمنا عزام ده يقدمه امتى؟ انتوا مش بتقولوا ان البضاعة جاية بكرة؟ اه خلاص اتقدم دلوقتي فورا. ربنا يقدرك على فعلك خير يا ابو صلاح. أنسة أماني؟ أيوة. نعيم بيه السيوفي طالبك في مكتبه. تحت أمرك. اتفضلي معايا.
الأنسة أمين. بخير يا أنسة رشا. نعيم بيه مستنيك الجمعة. اتفضلي. متشكرة. تعال يا أمان، تعال. تحت أمرك يا فندم. هاني أنا آسف جدا من المرة اللي فاتت ما قدرتش أقابلك، كان عندي شغل كتير قوي. أنا بكرر آسف يا بنتي. ولا همك يا فندم، حصل خير. رشا تعالي عايزك. أماني الموضوع بتاع الولد اللي اسمه حرب ده بتهيألي كفاية لحد كده، خلاص بقى لازم يقف. أفندم؟ سلسلة المواضيع اللي انت كتبتيها عن المنطقة الشعبية اللي هو طالع منها وعنه هو كمان متهيألي خدت حقها وزيادة، يعني خلاص لازم تقف. رشا. ايوه يا فندم. وصلي الورق ده لمدام شهيرة وخليها تتصرف فيه بمعرفتها هي. حاضر يا فندم. بعد اذنك يا فندم، ممكن اعرف القرار ده اتخذ بناء على ايه؟ اماني متهيألي ان انت خلاص عرفتيني كويس، وعارفة كمان إن أنا لا يمكن أسمح بأي ضغوط تأثر عليا أو على شغل الجريدة. بس إحنا في الآخر جزء من النظام، عايشين جواه مش براه، يعني ممكن ننتقده ممكن نهاجمه إنما مش ممكن نهده. بتهيألي ده هيدي مصداقية كبيرة جدا للجريدة، وهو ده المطلوب منك اليومين اللي جايين. فكري يا أماني كده في مواضيع جديدة فيها أمل فيها تفاؤل، عايزين الناس يحسوا إن بكرة أحلى من النهاردة. عشان كده أنا بطلب منك إن موضوع الولد اللي اسمه حرب ده تنسيه خالص، خلاص كفاية لحد كده. تحت أمرك يا فندم. أنا كنت متأكد إنك هتوافقيني على وجهة نظري. يلا بقى وريني همتك ونشاطك واكتبي لي في المواضيع الجديده اللي لسه مكلمك عنها. انا واثق انك هتعملي حاجات تجنن ما حصلتش، لكن موضوع الواد حربي ده انا عايزك تنسيه خالص خالص يا اماني. اي حاجه؟ لا ما عنديش حاجه. اوكي مش صعبه. ليه يا رشا؟ في حاجة؟ هو حضرتك مش قلت الأماني إنها لازم تقفل موضوع حربي دوت وما تفتحوش خالص علشان ما تلفتش الأنظار ليه؟ حصل. أصل أنا دلوقتي وأنا جاية من مكتب مدام شهيرة قابلتها عند الأسانسير، وكانت بتكلم حربي في التليفون وبيتفقوا انهم يتقابلوا. ايه؟ يتقابلوا؟ ايوه يا باشا. لا انا لازم اعرف ايه السر اللي بين البنت دي والولد اللي اسمه حربي بسرعه، ودي هتكون مهمتك انت يا باشا. سعادتك شايف انه حاجه زي كده ممكن تفيدنا في حاجه؟ يعني هو كارت يبقى في ايدينا نطلعه وقت اللزوم لو عزناه. راحوا زين يعملوا ايه في المسبك عند رشوان؟ المراقبين عرفوا من العمال ان حربي وزين اشتروا المسبك من رشوان، وان هم اتفقوا مع المعلمه انشراح انها تدير المسبك بنفسها، وهي دلوقتي اللي بتديره. معقوله يا روف؟ معقوله بعد ما رشوان يحرض على قتل حربي وزين يبيع لهم المسبك قبل ما يسافر بره البلد؟ طب تيجي ازاي؟ وبعدين جابوا الفلوس منين؟ دول من مده قصيره ما كانوش لاقيين اللضا. في الحقيقة يا فندم في حاجات كتير مش مفهومة. واضح يا فندم إن في حاجات كتير بتتلعب من تحت لتحت، زي حكاية قتل أبضاي اللي كنا بنحقق فيه هنا في القسم، والنيابة حفظت التحقيق وأيدته ضد مجهول، وحكاية رشوان ده اللي اختفى وما عادش ليه أثر. واضح فعلا إن الحكاية كبيرة وفيها عك كتير قوي يا رؤوف. أيوه رؤوف إيه؟ أنا في حالة مخالفة على مسجد. طب خليك وراه وبلغني مكانه أول بأول. بعد اذنك يا فندم. رايح فين يا رؤوف؟ هتابع موضوع حربي ده بنفسي لحد ما اعرف ايه اللي وراه.
ايه ده؟ انت سبت شغلك واشتغلت سواقه ولا ايه؟ سواق ايه بس يا استاذه؟ ده عربيتي. عربيتك؟ اه. طيب مش هتنورينا بقى وتركبي عربيه؟ مش مطمنالك. ما جيتك على الصبح كده اكيد وراها حاجه. دي حقيقه. اقدر اعرفها؟ طب نروح نقعد في مكان هادي الاول وانا احكي لك على كل حاجه. اتفضل. ايه رايك بقى في المكان ده؟ بذمتك مش احسن؟ مش عارف، المكان التاني دمه اخف. خلاص لو تحب نروح هناك مفيش مشاكل. لا خلاص بقى، مش هنفضل رايحين جايين في العربيه. يلا ننزل. رؤوف بيه، الهدف وصل فندق كارما. شكرا، الف شكر. ها ايه رايك بقى في المكان الحلو ده؟ هي ايه الحكايه بالظبط؟ اول مره اتقابلنا فيها كنت عاوز تقعدي في قهوه بلدي وتطلب لي حبه حسن، وتاني مره في مكان هادي على النيل، والمرة دي بقى جايبني في أشيك مكان في مصر. ده غير اللبس والشياكة والعربية، كل ده منين يا حرب؟ أبدا، ربنا الحمد لله يعني فتح عليا من واسع. حرب، أنت في حاجة مخبية عليا؟ لا خالص، أنت بتسألي ليه؟ أبدا، أصل النهاردة في الجورنال حصل حاجة غريبة قوي. نعيم بيه طلبني وطلب مني إني أسيبني منه. نعيم بيه قال لك كده؟ أيوة يا حرب، قال لي كده بالظبط. سيبك من الجدع اللي اسمه حربي ده. مش عارف، بس يعني ممكن يكون كان عايز يوصل لحاجه معينه من المواضيع والحوارات اللي احنا بنعملها مع بعض، وبعد ما وصل لها خلاص ما بقاش محتاج لاي موضوع تاني. ممكن، بس انت بقى موافق على كده؟ خلاص أأمن، انا ماليش اني اوافق او ما اوافقش، دي حاجه يعني بينك وبين رئيس مجلس اداره الجورنال بتاعكم. صح يا حبيبي، انت مالكش دعوه، بس من حقي اعرف بقى انت طلبت تقابلني ليه؟ ابدا. انك وحشتيني، كنت عايز اشوفك واطمن عليك. عايز تشوفني وتطمن عليا وبس؟ اه والله، اه والله العظيم. حربي، احنا اول يوم اتقابلنا فيه قلت لي ان اللي في قلبك على لسانك، وانا بقى طبعا ما بحبش الراجل الملاوع اللي كلامه بيرمي في اكتر من منطقه. لو في حاجه عاوز تقولها يا حربي قولها على طول، لا اما بقى قعدتنا في المكان الشيك ده ملهاش اي لازمه.